الله وبركاته، مرحبا بكم. ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد باذن الله، وما تنسوش تحطوا لايك. مصر، امطار غزيره تغمر اسكندريه. تعرضت مدينه اسكندريه في مصر الصباح يوم الاثنين لموجه شديده من الامطار الغزيره اليوم الرابع على التوالي، مما ادى الى تعطيل حركه مرور السيارات في عدد من المحاور المروريه الهامه. وقرر محافظ اسكندريه اللي هو محمد الشريف تعطيل الدراسه يوم الاثنين بالمدارس في الفتره المسائيه في المحافظه حرصا على سلامه الطلاب. وذكرت الهيئه العامه للارصاد الجويه المصريه ان امطار متفاوته الشده تساقطت على اسكندريه لافتا الى استمرار تكاثر السحب الممطره على المدينه ومناطق من شمال الدلتا البحيره يصاحبها سقوط امطار متفاوته الشده. واوضحت الهيئه ان اخر صور الاقمار الصناعيه تشير الى بدايه التحسن في الاجواء هناك، واوضح انه ما زال السحب منخفضه ومتوسطه الممطره تؤثر على مناطق من البحيره، ومن المتوقع ان تمتد لمناطق متفرقه من الدلتا يصاحبها سقوط امطار متفاوته الشده تكون اقل حده. ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد باذن الله، وما تنسوش تحطوا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.